كاش في اي بي للربح من الاعلانات، نص دولار لكل اعلان تشوفه لمدة 30 ثانية بس، 10 دولار بمجرد ان انت تسجل. الموقع ده بسبب العروض اللي فيه والفلوس الكتيرة اللي هو بيقولك عليها، ناس كتيرة جدا طلبت مني في الكومنتات، فكان لازم ان احنا نتدخل. قبل ما نروح للموقع يا صاحبي واقولك القصة وخلاصتها والموقع بيدفع ولا لا، صل على، انا عايزك تصلي على النبي في الكومنتات، انزل كده في الكومنتات اللهم صل على النبي. اي حد هيدخل يفتح الكومنتات هيشوف الكومنت بتاعك، انت هتاخد ثواب وانا هاخد ثواب والدنيا كلها هتاخد ثواب. لايك، اشترك، فعل جرس النبات، في شويه حاجات في صندوق الوصف تابعني عليها، مش هتخسر اي حاجه. تعال نروح نشوف كاش في اي بي. زي ما هو قدامك كده يا صاحبي، دي واجهة الموقع، بتدوس على افتح حساب الان، بتعمل لك اكاونت. اتفرج على الفيديو قبل ما تبحث وتشوف ازاي تعمل حساب. 10 دولار طبعا بمجرد ان انت تسجل. انا حبيت اقول لك حاجة بس كده، وانا بعمل ايميل انا ضفت اي ايميل والسلام، اللي هو مش ايميل موجود اصلا، انا كتبت اي بي سي، كتبت اي حاجة في اللوحة كده وقالت gmail.com، عمل ايميل والدنيا شغالة زي الفل، ودي حاجة مش كويسة. نكمل برضو. تمام، بتدوس على ads available، الاعلانات المتاحه يعني ليك. تمام، عندك اول اعلان زي ما قلت لك نص دولار، 57 سنت يعني اكتر من نص دولار لما تتفرج 35 ثانيه. كذلك عندك 62 سنت، لا ده غالي اكتر، بعد كده 30، بعد كده 40، وهكذا الاعلانات. يعني كل اللي انت بتعمله بتدوس على complete او تاكيد يعني، تمام، استمرار يعني، وبيبدأ ان هو يدخلك على الاعلان، بتستنى 30 ثانية يخلصوا وخلص الموضوع، بينضاف الفلوس دي لرصيدك. ده كلام جميل جدا. طبعا الاحالات نار، ولكن بعيدا عن دعوة الاصدقاء والكلام ده كله، لو دخلت على السحب المهم بالنسبة لنا، عندك ايه؟ عندك بيبال 100 دولار 70 دولار، بعد كده سكريل 170، بعد كده باير 170 برضو، ويستر يونيون 170، واخر حاجة جوجل بلاي 170. يعني حاجات كويسة، نفس القيمة في كل الوسائل دي كلها، ولكن هي وسائل متعددة، وسائل يعني عايز جوجل بلاي موجود، عايز فلوس في ايدك كله موجود يا صاحبي. دلوقتي المهم بالنسبة لنا، الموقع بيدفع ولا لا؟ الموقع ما بيدفعش، الموقع نصاب، مفيش اي موقع للاعلانات او للربح من الاعلانات هيديك نص دولار، بلاش نص دولار، مش هيوصل لعشرة سنت. اكتر حاجة انا شفتها واشتغلت عليها كان بيدي 1 سنت 2 سنت حاجات زي كده، انما المبالغ اللي هو بيقولك عليها ديت على كل اعلان، لا لا، الموقع مأفور فيها. زائد انا قلت لك في الاول ان انا سجلت بايميل، اي ايميل والسلام، واشتغل معايا وما قاليش لا، مفيش مثلا تأكيد للايميل دوت ان هو موجود ولا لا، اي كتابة تكتبها هيقولك تمام مفيش مشاكل. فالموقع عبارة عن نصبايا، الموقع بيستفاد من الاعلانات، في اعلانات اصلا بتظهر في الواجهة الرئيسية بتاعت الموقع، بتفضل تظهر كده ما تدوسش على حاجة منها، هتنزل لك برامج وحاجات كده وهتأبور لك الدنيا. فالموقع يا صديقي ما تشتغلش عليه، انا ما انصحش اي حد بموقع زي دوت، الموقع نصاب، الموقع عملية احتيال، بيكسب من الناس من ان هي بتدخل وتشوف الاعلانات بس كده. انت بتكسب؟ لا، انت ما بتكسبش اي حاجة. موقع في ناس بتبحث عنه، في ناس قالت ان هو كذاب، وفي ناس قالت لا ده كويس، في قالت كده، وفي ناس بتقول كده. لا، انا احب اقول لك الخلاصه، وانت عارفني انا لا بروح مع ده ولا بروح مع ده، انا ماشي باللي شايفه صح. فالموقع نصاب يا صاحبي، ما تشتغلش عليه. هتقول لي طب جيب لنا يا احمد موقع نكسب منه من الاعلانات. انا جبت قبل كده واتكلمت على موقع، وهعمل فيديو تاني ليه اثبات سحب من الموقع، لان الناس طلبت مني اثبات سحب منه، فانا هطلع باثبات تاني ان شاء الله الفيديو اللي جاي يعني، استناني. لو انت مش مشترك معانا لحد دلوقتي اشترك واستنى الفيديو الجاي. انا اتكلمت على الفيديو قبل كده، لو دورت شويه في القناه ممكن توصله مع نفسك. ايه هو الفيديو؟ استنى الفيديو بكره وهتعرف يا صاحبي، وهجيب لك اثبات ان الموقع بيدفع مش مجرد كلام بس كده. ده فيديو النهارده، لو عندك اي حاجه سيبها لنا في الكومنتات، اشوفك في فيديو تاني. سلام.